بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك برب ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.